سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من تكرم بفضله فلم يترك أحدا رب الأرباب ومسبب الأسباب خالق خلقي من تراب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أناب اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة بسطت رزقنا وكبدت عدونا وخذلت عدونا وأظهرت أمننا ونصرت جندنا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا ولك الحمد كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد لجميع المحاميد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين اللهم اقطع دابر الفساد والمفسدين اللهم اقطع دابر الفساد والمفسدين في بلدنا هذا خاصة وفي سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين في بلدنا هذا خاصة وفي سائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا
علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان بغفرانك، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أعمالنا أواخرها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يوم نلقاك يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ممن هزهم في صيام الجوع والعطش، اللهم لا تجعلنا ممن هزهم في صيام الجوع والعطش، اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الأيام الخالية في الأيام الخالية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين ومن حقد الحاقدين ومن سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء، ونسألك عيش السعداء ومنازل شهداء ومجاورة الأنبياء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم. اللهم يا من إذا دعي أجاب ويا من إذا سئل أعطى، اللهم يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، أنت أحق من ذكر وأنت أحق من عبد وأنت أرأف من ملك وأنت أجود من سئل. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والخلق خلقك والخلق خلقك والخلق خلقك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلنا ممن اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن أوتقت رقابهم من النار، اللهم اجعلنا ممن أوتقت رقابهم من النار، اللهم اجعلنا ممن أوتقت رقابهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اجعلنا مباركين موفقين أينما كنا، ومن علينا بالقبول والإخلاص برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا ميتة حسنة وتوفنا على الإيمان والتوحيد والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.